ان شاء الله اليوم انا ماشي شك متاكد اليوم ان شاء الله شي 3 لزيرو ثاني، واخا جنوب افريقيا احنا راه واعرين اليوم وديما مغرب. بالنسبه للخروج ديال السنغال حتى هو راه بالنسبه لينا احنا راه يعني في الصف ديالنا ان السنغال خرجت. المهم حيدنا واحد المنتخب اللي هو قوي، ماشي قوي قوي جدا. الكوت ديفوار حتى هي تتلعب مزيان، ولكن ان شاء الله احنا واخا الغياب ديال زياش في هذه المباراه هذه غادي ياثر شويه هو بوفال، ولكن ان شاء الله الدراري الاخرين غيتقاتلوا وغيجيبوها ان شاء الله. ان شاء الله مربوحه 2-0 وغادي يكون ماتش مزيان اخويا. الماتش ديال العشيه ديال اللي غيكون في العشيه غيكون واحد الماتش قاصح بزاف، غالبا غينتهي بالتعادل والضربه الترجيحيه اللي غتكون صالح المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله. الصراحه الطريق ولات سهله لي، مشاو كاع الفرق القويه اللي كاينه في البطوله على ما بغاش. القواعد ديالي من ناحيه الماتش ديال العشيه اللي غادي يجمع ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الايفواري، تيبان لي غادي تكون واحد لصفر النتيجه. غادي ماركي حكيمي ان شاء الله. غتربح ان شاء الله المغرب، تنتمناو ليها ان شاء الله تكون في النهايه وهي اللي غادي كاس افريقيا. ما صعيبه ما والو، نتحداو جميع الفرق حنا ديما مع المغرب. نتمناو من المنتخب انهم يديروا مقابله كبيره ويديروا ويلعبوا كما كانوا كيلعبوا في كاس العالم، راه ان شاء الله في الفينال. ان شاء الله في الفينال غيربحوا ان شاء الله 2-1. اش من جوج لواحد ان شاء الله غيربحوا شي 3-1 ان شاء الله.